الاتجاه لحل مشاكل القطاع الزراعي. انا معايا على الهاتف المهندس مجدي عبد المنعم مدير حمايه الاراضي بمحافظه الجيزه. برحب بحضرتك يا فندم. مهندس مجدي، اهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين. اهل مصر طيب. امين يا رب. يعني لو جينا نتكلم على محافظه الجيزه، هي ليها طبيعه خاصه تختلف عن كل محافظات مصر بسبب يعني تداخلها مع محافظه القاهره او اقترابها، بسبب تلاصق المساحات الزراعيه بالمناطق السكنيه، ده ادى الى ظهور مشاكل كثيره. الحيز العمراني هيقدر يحل هذه المشاكل؟ هيقدر يفك هذا الاشتباك؟ الحقيقه الحيز العمراني، واقول كلامي بصراحه، يعني اللي مش هيقدر يحل المشكله في محافظه الجيزه. لسبب بسيط، ان محافظه الجيزه ليها ميزه خاصه انها تتمتع بظهير صحراوي كبير. فلك ان تتخيل حضرتك ان المساحه الزراعيه كانت 190,000 فدان، الحيز العمراني اخذ منها 32,000 فدان. فتقلصت الرقعه الزراعيه على حساب الرقعه السكنيه. مع ان احنا عندنا بدايل في الظهير الصحراوي. 170,000 فدان كانت المساحه الكليه؟ فحضرتك كانت 190,000. 190. وحاليا دلوقتي انقرضت بعد ال 32,000، وخلال 20 سنه تم التعدي واقامه مشروعات حوالي 5,000 فدان. يعني الحيز العمراني دخل في الارض ممكن نستأذن من حضرتك بس هنوطي يعني حوالي 6-7 اضعاف. عايزين نوطي التلفزيون بعد اذنك. عندنا البديل. طيب بعد اذن حضرتك نتكلم من التليفون. طيب ماشي. طيب يعني طيب ال 32,000 فدان اللي تم استقطاعهم دول على اساس ايه؟ على اساس ان هم فعلا خلاص تم التعدي عليهم، او هم دخلوا بطبيعه الحال في الحيز السكني؟ دخلوا حيز عمراني بطبيعه الحال. دخلوا حيز عمراني، لكن التعديات اللي كانت خارج الحيز العمراني من 20 سنة كانت حوالي 4,500، تضاف ليهم 500 مشروعات يبقى 5,000. ايوه. التوسع السكني كان على حساب تقلص الرقعة الزراعية. وفي أيوه. نفس الوقت يا فندم ما حصلش استبدال للرقعة اللي دخل العمراني بمساحات مستصلحة في الظهير الصحراوي اللي هو متاخم للزمام الزراعي على مطول محافظة الجيزة. ولا كان ليهم نصيب في المشروعات الكبرى بالنسبه للظهير الصحراوي؟ للاسف 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 لا. انا كمان عملت حضرتك برزنتيشن مع جامعه القاهره والمحافظه، وعملت الفرص الاستثمار الزراعي في الظهير الصحراوي عشان يعوض الحيز العمراني، يعوض التعديات اللي حصلت على الارض الزراعيه. وبعدين ايه اللي تم بعد كده بقى؟ ولا حاجه. احنا عملناه، انا عملته وقدمته ولا حاجه. بعته للمحافظه وابعت لحضرتك صوره منه كمان لو عايز. والمحافظه ما ردوش على حضرتك بحيث ان الاقتراحات الخاصه من الزراعه دي؟ لا، ما حدش عمل حاجه. قال لي اصل دي يا فندم بتبقى من ضمن خطه الاصلاح. احنا عاملين تصور، انا كنت عامل تصور ان التجمعات الزراعيه صناعيه على الشريط الحدودي اللي ملاصق للكتله الزراعيه على محافظه الجيزه كلها في 4 مناطق. ايوه. كنا ما دخلناش لسه دي، خاصه ان الحيز العمراني عمل ضغط على المرافق بتاعه المحافظه. طب انا في نقطه عاوز يعني نقطه عاوز اوصل لها مع حضرتك وبعشوائيه. طيب انا حضرتك بتقول لي في 32,000 فدان دول دخلوا حيز عمراني. طب. تمام. طب. بعد اذن حضرتك. فان صح. اسمعني من التليفون بعد اذن حضرتك. ال 32,000 فدان دول هل بطبيعه الحال هم فيهم تعديات كبيره؟ على اي اساس تم استقطاعهم؟ ليه ال 32,000 فدان دول بالتحديد؟ هقول لحضرتك. المجتمعات العمرانيه قالوا الكثافه السكانيه لكل قريه كل مركز قد كده يلزمها يبقى يقابلها مساحات من الفدادين للمباني. طب ما انا عندي ظهير صحراوي.
واحنا عند السيدة طلع احنا تجاهلناه يا فندم، تجاهلنا. ما احنا عندنا دير الصحراوي زي حضرتك بمشروع مساكن في جرزة في الصحراوي. صح. طب كنا عملنا كل الشريط كده بقى. صح. طيب الحيز العمراني ده تم اعتماده من قد ايه؟ ده اعتماده في 2009. من 2006؟ 2009. و9 ابتدى يتنفذ بقى خلاص. 9 وخلص واعتمد في 2009. ابتدى يتنفذ. ابتدى يتنفذ. البقيه المتبقيه في محافظه كده بقى حضرتك ان هو عايزين يعملوا توسع تاني. زياده على 32,000 فدان؟ 32,000 وشويه، ولسه في مراكز ما اعتمدتش. طب البقيه البقيه بنتعامل معاها ازاي بقى كوزاره الزراعه عشان اقدر اامنها؟ البقيه بقى في مواجهه التعديات اللي اتبقى من الزمان الزراعي لازم نتصدى فيه في جميع اجهزه المحافظه واجهزه الدوله كلها. يعني لازم الشرطه، ولازم اعداد برنامج زمن الازاله، ولازم المحليات تقوم بدورها، ولازم الزراعه تقوم بدورها. هي عمليه متكامله يا فندم. طب ما ينفعش بتاع زراعه يزيد من غير معده ولا من غير شرطه. مستحيل. مستحيل، مع ان في ناس يعني تنزل بتضحي بنفسها وبتجازف وبتشتغل باضيق الامكانيات، لكن ده مش كفايه، لازم كل اجهزه الدوله توقف مع مهندس الزراعي، مع حمايه الاراضي، مع وكيل وزاره الزراعه عشان نحافظ على الرقعه الخضراء. وبعدين احنا دلوقتي لما يكون عندي المساحه الكبيره دي تم اعتمادها للحيز العمراني في محافظه الجيزه، ايه المبرر ان انا يبقى عندي تعدي على الاراضي الزراعيه مره اخرى؟ يعني ايه المبرر مره ثانيه ان هي تظهر؟ هقول لحضرتك لان اللي دخل الحيز العمراني اسعاره بقت غاليه، والارض الزراعيه ارخص من اللي دخل الحيز العمراني، فبيرجعوا للارض الزراعيه. انا بشكر حضرتك يا فندم مهندس مجدي عبد المنعم.